فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. يعني شيء مستحيل كنا نهتدي. ليش؟ لأن لما نجي وإذا علمنا وعلي السلام طوقين شياطين يعد بينا من كتر الكتر. لكن رب العالمين بلطفه وقوته أراد لنا الخير، عرف بقلوبنا أكو شوية فدنية، انطانا قوة وضرب قوة الشيطان والشياطين هدانا لهذا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا اعتقاد، هذا اعتقاد نعتقد به. لقد جاءت رسل ربنا بيش؟ بالكذب، بالباطل، بالسفاهة. تعيوني، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فإذا قلنا هذا القول شهد كل منا من نفسه على نفسه. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فأنا وإياك بهذا الحق نلحق. وأين هو الحق؟ أينما تولوا فتم بمعنى هناك. أغمض، هناك قدرة الله ووجه القدرة. أفرفع رأسي، أدير وجهي للحائط، أحلق بالسماء، أنزل تحت الأرض، أينما تولوا. وإن ما تنطون وجوهكم يخاطبن القرآن الكريم يا عباد الله، فهناك قدرة الله. الإمام سلام الله عليه قال: ما رأيت شيئا إلا وعرفت الله قبله وبعده ومعه وفيه. وهذا جنابك أخذه وأبسط، وش عندك تفاتر، وش عندك نعم كرباسية، وش عندك قوة نعم وجراسة، اشرح وما توصل المنتهى الكلام. ليش؟ لأنه توحيد الله ومعرفة الله. هاي الوادم تخب الطائرات وسيارات، أكو واحد انتهى لآخر الدنيا يدخل بالبحر، وإذا يغوص البحر يمنى ويسرى انتهى إليه. لا، فهذا لطف الله أوسع من الأرض إن كان لها منتهى، وأوسع من البحر إن كان له منتهى. فهو كما يقول ذلك الحكيم الديني، يقول: فيك يا أعجوبة الكون، خطاب للباري عز وجل، فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا، كلما قدمت فكري فيك شبرا فر ميلا. يعني ما اقدر اوصل، ما عقول تصل الى معرفة قدرة الباري عز وجل. فلهذا اقول: لو اراد المتكلم والفقيه والمجتهد بالدراسة بالعلم ان يشرح على الكلام هذا، عمر الدنيا ما ينتهي كل بتوحيد الباري عز وجل.